وانا بالنسبه ليا بخلاف انهم هما قد ان مثلا باش انا نهضر بطريقه شي شويه اللي تتكون حتى في المقالات الصحفيه ديالي تنهضر دائما وتنكتب مقالات اللي فيهم شي شويه ديال البسط وشويه ديال الضحك وفيهم بعض الامثله اللي فيها شويه. يعني انا مثلا باش انا ندير مثلا كيف تنقولوا تبقى تهضر على بنادم يجي النعاس, خصك تهضر معاه على مواضيع مختلفه وتهضر معاه باللهجه المغربيه اللي تفهمها الجميع, مما تجعله انه تيمشي معك فداك تيمشي تيعيش معك اللحظه. دابا دخلنا الشطر 6 تي بخلاف لا بقيتي تقول ليه وقت كان المرابطون يتفوقون على اعدائهم في كل الميادين بخلاف الاعداء الذين لم يكونوا يتوفرون على عتاد لائق بتلك المعركه. ف هادشي ما طريقه ما كتعجبنيش, يعني الطريقه اللي تنقولوا خصني نهضر مع الانسان باش نكون قريب منه, تيولي الانسان فاش تهضر معاه باللغه الفصحى بحال تيحس بانك راك تخطب عليه او لك تتلقي له دروس بحال كي جالس المدرسه. اما فاش تكون تهضر معاه بحال هكا بطريقه عاديه نورمال تيحس براسو بانك راك جالس انت وياه غادي في السياره وكتهضروا. والله الا شحال واحد تيقول هادي تيقول والله الا كنتفرج في الفيديوهات ديالك تيجيني بحال جالس معاك في السياره وغادي غادي مجمعين و نقول يا خويا مرحبا مرحبا مرحبا. حنا تنقول وهادشي كامل علاش انا صراحه ما يمكنش هادشي الفوغات ديال الجوالات راه ما يمكنش نحبسهم. علاش؟ لانه الناس بزاف تيتعرفوا على المناطق ديال المغرب ديال مراكش ديال فين ما مشيت, سواء في المغرب سواء الى خرج كاع خارج المغرب. كانت عندي واحد مشي لتركيا شحال هذا ملي ديك الساعه باقي ما بديتش تنصوروا, يعني ماشي تنصورش هذاك. المره الجايه ان شاء الله الى كتبت مشيت لتركيا غادي الناس ميتو حتى نمشي لتركيا دو طون زون طون. الى كتبت عاوتاني مشيت لتركيا غادي ندير لكم فلوغات في مطار وداك الشيء. دابا وليت عاطي الفلوغات فين ما مشيت ندير تصور لكم ضروري. هاد الناس دابا اللي عند صحاب الحوانت عاود ما يدير شي حاجه زوينه وكذا وقدام ما حالو هذا تيبدا يدير هذاك الشيء داك التخشيش داك دي بحال هكا هذا داير باش وداك الشيء زوين عادي مزيان, ولكن باش بدا يدير داك كاشه ومجبده وداك الشيء حتى الجماليه ديال المنطقه كتفقد الجماليه ديالها. انظروا انظروا ندوزو على داك المسجد ديال شطر 6 طلعنا فيه التراوح, راه وليت نقلت لكم التراوح ديالو لكم المنظر. وهذا مشي جديد واعر صراحه زوين. العصر باقي ما يلاه خرجوا انا صليت له في الشطر واحد, صليت العصر في الشطر واحد. لا لا سادين خدام وخرجوا دابا بقينا ندوزو على الدريبة للشطر 7 باش ما يتقلقوش علينا الناس ديال الشطر 7. تيقول لك الناس ديال الشطر 7 تيقول عندي الناس من الشطر 7 تيقول لك تنقلبهم زعما تنميك عليهم ولا مثلا لا غادي نجيو عندكم نجيبو عندكم حتى نتوما دويرة قريب ان شاء الله شهير ولا هكاك ونعاود ندير ثاني رسالة للمونديال في الاول العام ان شاء الله وعاوتاني ندير لكم جوالات شطر واحد بوحدو شطر جوج بوحدو شطر ثلاثة بوحدها شطر أربعة بوحدو غادي هكا والو ما جرال. سمعنا حنا راه تناخدو هادشي ديال الفلوغات عندو منافع كثيره بالنسبه للناس اللي ما اللي عنده اللي بغاو ياخذوا في تامن صورت تقولوا لي عندهم واحد الفكره في تامن صورت على تامن صورت وداك الشيء. وبالنسبه للناس اللي بعاد على تامن صورت مثلا واخد تي وشوفوا مثلا فين وصلات هاد المدينه الجميله الزوينه حلوه هادو راه هادو السلسله التجاريه لا السلسله التجاريه زوينين هنايا هذا زوج زوينين هذا الشارع هذا صراحه انا ما كنتش عارف انايا في الاول اللي خديت هنا هذا الشارع على جوار صالون اسلي مول هذيك الدار نعرفو ساكن حدانا اللي في شطر واحد عندو الدار عندو ديك الدار
أول حمام، حمام أس، حمام رجال. يمكن إلى حل، حل الآن. حل هذا نحن، هذا مركز تجاري هو قرب يكمل، غادي ندوزو لكم. لكن المرة كنت بينتو لكم يلا تي خدامين فيه، قلت لكم راه مركز تجاري. هذا اللي جا حدا الجامع، شتي مركز تجاري مع القينو، شتي مركز مركز التجميل وكذا والطقاطق، شتيه محلات تجارية، مركز التجميل، مقهى ومطعم، مكاتب إدارية، قاعة رياضية. دابا دير شي واحد هذا داد الحمام، شتيه ها هو الحمام، شتيه ها هو راه حمام بلدي، والفوق غادي تكون بحال شي صال ولا شي حاجة. غنجي نتحمحم فيه، غتحمحمت داك سميتو هذا ديال موكادور اللي باقي ما عمري جيت ليه، عرفت شحال قالوا لي 30 درهم ولا ما عرف تمحيمة. هذا حمام تركي، فيه تركي وفيه عادي، اللي عارف شحال داير هاد التمحيمة في هاد الحمام التركي يقولها لينا الله يرحم الوالدين في التعاليق، بالنسبة للناس اللي جاو ليه. شتي هو حمام موكادور. حنا دابا غادي ندخلو الشطر 7 بالنسبة للناس اللي هاد الشنط هذا اللي بغينا نقطعوه هو اللي فاصل بين 6 و 7. دابا حنا بغينا ندخلو 7، حنا دخلنا 7. دابا حنا في الشطر 7، و تنوليو للناس فين وصلت سميتو البلاصة. تبارك الله، شطر 7 زوين. احنا غادي اتجاه الحي الصناعي ديال شطر 7. شوفوا البلاد شحال، واو عثمان والله الا شتي هاد الكلاب الضالة هنا في طنجرة، واه معرقين هانيت والله الا واكلين رزقهم. هنا ضاربين همزان مزيان، احنا دابا نحاول ما امكن اننا ما نطولوش عليكم عاوتاني بزاف، ثاني نفوتو القياس ديال هذا الحي الصناعي. شتيه ها واحد هذا راه كمل، هذا شتيه داك النهار كندوز دزت من هنا وريت ليكم. يلاه يلاه كانوا البطوات واقفين، ها هو دابا كمل هذا الحي، هذا لوزين على اليمين، يعني غادي داكشي تيتقدم تيتقدم شوي بشوي. انا تنقول عليكم الناس اللي عندهم محلات هنا في مصر وداك الشيء ما تبيعوش، غادي تندموا، يجي واحد الوقت وغادي تندموا. طمصوت راه غاديه من حسن الى احسن، طبيعة الحال ماشي كيف بغيناها، ماشي بالسرعه اللي بغيناها تمشي فيها، ولكن تكونوا على يقين بانها راه غادي واحد الوقت وغادي ندموا عليها بزاف ديال الناس، لان هي مدينه متكامله. شتي لا هذه البروجي اللي فيها خاصو مهير يديروا على ارض الواقع، وان شاء الله غير يتنزلوا يبداو صافي. ها هو زينتي دال لي الاسبوع تقولوا له زينتي، ندور من هنا ما لي ما دخلت معاه الدخيله هذه. اش هاد البوطو تما ولا ما عرفتش اش هاد الخيوطه ديال الضو خارجين من تما قدام قداش، والله الا عنده باركينغ هنا بوحدو. شوف قداش باركينغ، تبارك الله، عامل هنا يدخل السلعة وداكشي، آه تبارك الله، باركينغ لما سيدي يجري فيه العود، يديرو فيه الفروسية. راه شتي داك المحل الآخر، داك المكازا الآخر راه هي، داك لوزين الآخر راهو، تا هو ندوزو من حداه، مشيو ليه، غادي نسرع الفيديو واحد شوية باش غير واحد اللعيبة. باش يكون ما يكونش سميتو باش ما يكونش طويل بزاف. شتي هذاك الماء هذاك اللوزين الله يلا زوين بالله، هذا اللوزين الاخر تا هو، ها هو، واو زينات تبارك الله، اللهم بارك.
جا وحدها هاد إقامة السعادة، يعني اليد عاملة موجودة، كلشي موجود. واش تي غادي يحيد هاد الكرياج وغادي حتى الوزين تت فاش تبغي، فاش تبغي دير شي وزين كيتعطاوك المعايير، تتقول مثلا الارشيتكت شنو اللي خاصك، هو اون فونكسيون ديال هذاك الشيء اللي خاصك تيحاول يصاوب لك، فهمتي؟ انا غادي نعاود ندوز لكم. شتيه شتي من الداخل كيفاش داير، فيه كاع تراكس لداخل، الله الا فيه تراكس لداخل. هانتوما شتيه فيه لاكاف، شتيه تتهبط بلاكاف. لا داير تتسمى زون دو ليفريزون، لا بغيتي تليفري زون دو ليفري، فاش تبي تليفري شي حاجه كتجي كتهبط الكاميو بحال هكا باش يكون مقاد مع مع لا شارج ولا دي شارج. لا لا زوينه هاد اللعبه اللي دايرين لي، عندي زي حدا وزينتين ندورو لهاد الجي صافي نساليو. هاو وزينتين شتيه هو هدا اللي مصبغ بالحمر، ورا بحال هادشي والله الا كاين في تمصورت موجود وكتير، ان شاء الله ان شاء الله غادي يتفعلوا هاد لي زون اندستريال صغار لي بيتي زون. هذا السي خليفه الوزينات عشتي هو على اليسار. ايوا دابا راه تنظن بانني ساليت لكم الفلوق، واخا طولت عليكم بغيت نقسموه على جوج، نقسموهم على جوج، بغيت غادي نقسموه على جوج جو بونس، غادي نقسموه على جوج ماركي ستوب كمل، غادي نقسموه على جوج جو بونس، غادي نقسموه على جوج. نقسم لكم هذا الفلوق على جوج، ندوزو بعدا من السعادة. تعيدي تقول كاش مزيتيش من السعادة، ندوزو من السعادة. لا لا ان شاء الله هاد المرة غادي نولي ندير الفلوق على القشطور، غادي نولي نفصلها مزيان، غادي لكم بلان ديالها سير لو بابيي، ونوري لكم بلايص منين دزت، ونعاد ندير ليها عاد ندير الفلوق كوم سا، غادي تكون القضية مزيانة وتكونوا تنتوما ناشطين وتكون القضية مزيانة، لأن دابا الفلوق فيه تقريبا شي 32 دقيقة بزاف بزاف، 32 دقيقة شكون باغي يجلس يتسناك تسنطلك 32 دقيقة؟ الناس راه بغات غير شورت، دوك الشورت دوك الفيديوهات ديال ساندويش، ماشي تا ساندويش غير بتي بان شوكولا فقط تقرب بق، إذا تاكلهم هاكا دغيا مشى. أما فيديو فيه 32 مينوت 32 دقيقة، وي شكون باغي يجلس لك 32 دقيقة ولا 35 دقيقة؟ لهذا غادي نقسمهم على جوج إن شاء الله، هذا غادي يكون الجزء الثاني إن شاء الله، ثم الجزء الاول غادي نطلق اليوم الجزء الاول وغدا الجزء الثاني، غدا في الصباح الجزء الثاني. هكا غادي تكون القضيه مزيانه، تكون القضيه جميله جدا. راه مازال ندوز دابا حنا في السعاده، اقامه السعاده. هو تير مونديال صراحة كرة القدم، أنا ما نكذبش عليكم ما تنقدرش نتفرج، تنضيع صراحة في ديك ليزيموسيون ديال البيت وهداك الشيء، ولكن لأن قبل ما يتمارك البيت راه تنكون على الأعصاب ديال الأعصاب ديال الأعصاب ديالي، فلهذا ما تنقدرش تنقول الفوميو خات الفوميو التراح خات حتى الدري تيتفرج، الدري ولدي تيمشي تنحطو في شي قهوة تندير أنا بق تمشي شي بلاصة وتسد عليا الطونوبيل وتنعس. هاد النهار النهار الأول طلقت مشيت وأنا نتكا بحال هكا وأنا نقول نشعل الراديو، وأنا نسيت الماتش وأنا نشعل الراديو وأنا نقول وأنا نسمع كرة فلان 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 فلان، أش أودي دغيا تلاحيت عليا تفيتو، وهاد غيا طلع عليا ديك في ديك الوقيته هذاك ديك خمسه ثواني، وهاد غيا طلع عليا الدوغري عاوتاني غير طلع عليا الحراره، قلت لي اش اودي ناري الناس فاش عايشين صافي، وانا عاود نتفايت صافي ونتكا تراحيت صافي. هذيك ملي تفكرت وليت مره مره كان تنشوف الساعه تنقول راه شاط سالات لا ميطا تنشعل وتنعرف النتيجه، ثم تنعاود نتفايت ثاني تنعرف عاوتاني امتى غادي يسالي الماتش، تنعاود نشعل تاني الراديو تنعرف النتيجة،
صافي تنمشي تنهز الدريه تعاود ليا تقول لي ما كاينه ما كاينه ما كاين كذا كذا كذا، تنشوف الملخص تنشوف التحليلات ديال المحللين كذا كذا كذا، تنبني واحد التصور تنصوبت انا فلوق ديالي. بعد ما نشوف بطبيعه الحال الملخص تمشي ديريكت للبين وداك الشيء، تنشوف الملخص حيت تيحطوا داك الملخص، وبعد ما كاع تيعاودوا الماتش في شي قنوات تيعاودوا الماتش، تيعاودوا لك الماتش مره اخرى. هذا دابا علي من شطر 7 على زر شطر 4، شطر 4 راه صغير. وبهذا غادي نشدو بكم الطريق الوطنيه ونمشيو ل نصاوبو لكم شي، نقول لكم هاد الفيديو نيت دروب دابا نيت كتبين ندير لايف ندير الكونيكسيون كلشي مع الاول الشهر هذا باقي ندير الكونيكسيون في اسمو في التليفون. يلاه كتبين ندير لايف، يعرف الناس دابا اللايف قليل اللي تي واللايف ما تيتشوفوش ناس بزاف، تيدخلوا عندك 20 30 40 تي ما تيدخلوش بزاف، وريني في فيديو بحال هكا تيشوفوا الناس بزاف. حيت الناس دابا تي كل وقت تيسالي، كاين اللي سالي دابا، كاين اللي سالي حتى العشيه، كاين اللي سالي حتى الصباح، كاين اللي سالي كل واحد، وكاين اللي كاع تيشوفوا في التلفازه في الليل، كاين اللي كل واحد وكيفاش كيفاش دايره القضيه عندو. ايوا داكشي تيبقى حسب العمل ديال كل واحد والارتباطات ديالو وداكشي. الحمد لله على هاد الشتيوا، تنحمد الله وتنشكرو وتنتمناو المزيد باذن ربي العالمين. الشتيوا وبطبيعه الحال شي ثلج ثلج ثلج، خاص الثلج هو اللي تيخبي شويه الماء، و تيتانفلتر هذاك الماء ديال الثلج تيتانفلتر مع فوسط الجبل وتيهبط تيعمر البيار، تيعمر البيار ديك الساعه فاش يدير تيعمر البيار. سبحان الله فاش تسب الشتا تيولي الجو زوين داكشي رفيع. ايوا بالنسبه لهداك الاخ اللي كان قال لي ما بقاش تهز فيديوهات ديال لا سميتو لا سيدي، ما باقي غادي ندوز لكم حتى شي حاجه بغيتو غير حنايا، غادي ما باقي تشوف حتى حاجه ديال شي واحد، شوف ما كاين غير نور الدين نور الدين تنطلع عليك في الراس. لا راه ما دار باش نكثر والله العظيم، ما في اللي يدير جوج فلوقات ثلاثه في النهار ما عنديش مشكل، لان قضيه حيت انا اصلا تنكتب كتابات وهداك الشيء، الكتابه والصحفيه وهداك الشيء التحاليل واسمو راه تكتبهم كثار، تنكتب ثلاثه ديال المقالات، جوج مقالات في النهار بعض المرات، بعض المرات كنكتب خمسه ديال المقالات في النهار في نهار واحد، ولاني على مواضيع مختلفه، لانه المواضيع تجي مثلا وانا اللي ما تعجبنيش دوك المقالات الاخباريه مثلا وقعت هنا دارت هنا فعلت هنا تركت هنا، لا تعجبني دوك المقالات التحليليه، مقال مثلا تحليلي كنبدي رايي في هذيك الواقعه وشنو الحيتيات ديالها وكيفاش توقعات وعلاش وكيفاش، هنا فين تتكون القضيه عندي انا تنسارح وعاده ناخذها بواحد النطاق واحد المنطق واحد الجانب هزلي، مثلا نقولش مثلا ما تنخليهاش مثلا غاديه في النطاق العادي ولا شي حاجه. ها هو قاعد تشارج التليفون، احنا درنا تشارج. ودابا تخيل دابا شحال دابا وانا غادي، ها هي والله الا 36 دقيقه، و 36 دقيقه وانا تندور الطوموبيل ماشي راه مازوط، هذاك داير مازوط شحال ديال راه تاكل تقريبا 3 لتر في سميتو في الساعه ولا ما 5 لتر في الساعه، ايوا نص ساعه راه 2 لتر ونص، 2 لتر ونص الا حسبتيها ب 15 درهم شحال هذيك، ماشي راه 35 درهم هذيك الصرف، فهمتي؟ بخلاف هذوك اللي تيديروا مثلا فلوقات تحليليه تيحطوا بدي يسجلوا يسجل في راسو، هذاك تيطلع عليه فلوق عادي فابور، تطلع عليه فلوق عادي فابور ما فيه حتى شي حاجه. وبهذا غادي نتسالى الفلوق ديالنا، بقات بدا تشتي وتتصب. شكرا على حسن المتابعه والسلام عليكم.